الفنان طاهر حلمي عباس يمثل مصر في بنالي الخرافي لهذا العام 2012، ونحب يعني نسأله يعني الأعمال بتاعتك اللي مشارك بيها دي، يعني الفكرة بتاعتها ايه، او انت كنت عايز توصل ايه للجمهور؟ الأحداث اللي مصر بتمر بيها كلنا متأثرين بيها، وخاصة ان احنا في الوقت هنا حاسين بنوع من الدراما شوية، فحبيت ان انا افتكر الأحداث دي بشكل رمزي وتقليدي. حبيت ان اعمل فيلم من الهرم واسجل فيه الاحداث زي مصر القديم، ما سجل احداث انا برضه سجلت احداث مصر في الهرم الكبير الشهير. انا مشارك في البنالي بثلاث اعمال اسمهم نسيم الحرية واحد واثنين وثلاثة. والحياة الواحد الأخيرة دي أتمنى يعني إن مصر يبقى فيها نوع من البهجة والسرور والأمور ترجع زي ما هي. اللي هي اللوحة اللي في الأعلى ولا الأسفل؟ فوق اللي فوق دي اسمها ايه؟ نسيم الحرية. نسيم الحرية. المتابع لأعمال الفنان طاهر حلمي، احنا ملاحظين ان بدأت مؤخرا تقوم بأعمال تركيبية، يعني فياريت تقول لنا عن تجربتك والخامات اللي استخدمتها في كل ما بتعمل بعد في العمل بعد ثالث اثر للمشاهد او الرائد بيتاثر بالموضوع دوت. حابين ان اعمل عمليه تقسيم شويه وتشخيص الاشخاص بتوعي، ان انا اقسمهم يبقى ملموسين، اعتقد بتبقى ليها طعم تاني في المشاهده. شكرا يا فنان طاهر، شكرا مزيد من التقدم ان شاء الله.